السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعين القناة. النهاردة هنتعلم إزاي ننقل الكوليوس من الكيس اللي إحنا اشتريناه بيه من المشتل للقصرية بتاعتنا. القصرية هتكون بالمنظر ده. أهم حاجة في القصرية إنها تكون مفتوحة من تحت علشان المية الزيادة تنزل، تمام؟ طبعا علشان الرملة أو التربة اللي إحنا هنحطها ما تنزلش، إحنا بنستعين قطعة قماش زي كده، قطعة قديمة، ونحطها القصرية من تحت تغطي الفتحات كلها. ليه احنا بنستخدم القماش؟ لان القماش الانسجة بتاعته مسامية، هتنزل المية بتاعتنا بكل سهولة، المية الزيادة، والتربة مش هتنزل منها، غير لو استخدمنا اكياس، فالاكياس ممكن تحجز المية ما تنزلش من تحتيها، فبالتالي تعمل عفونة في التربة. تمام، احنا بنجهز كده القصرية، بنجيب الكيس بتاعنا. اهم حاجة ان احنا نعمل حركة دائرية كده حوالين الكيس، بحيث اننا نفصل التربة عن الكيس من فوق ومن تحت. بعد كده صوابعنا الاتنين كده بنمسك التربة وبنقلب، بنشد الكيس بكل بساطة كده علشان الجذور ما تقطعش. ده شكل الجذور قدامنا اهي. بنقلب الزرعة بتاعتنا ونحطها بكل هدوء في القصرية. ده كده منظر القصرية بتاعتنا والزرعة جواها اهي. دلوقتي انا بحاول اوسطن الزرعة بتاعتنا واجيب التربة بتاعتي اللي هحطها. بالمنظر ده كده الموضوع سهل وبسيط. اهم حاجة نخلي بالنا واحنا بنشيل التربة والزرعة من الكيس، بحيث اننا ما نقطعش الجذور بتاعتنا ونحافظ عليها. الشكل ده كده. طبعا لازم نضغط على التربة بشكل بسيط بحيث انها تنزل تحت. بعد ما عملناها بالمنظر ده، بجيب المية اللي هحطها كده، وأساوي التربة اللي موجودة، أنا كده نقلت كوليوس بتاعي للقصرية بكل بساطة بدون اي خسائر. حافظت على القصرية بتاعتي وعلى التربة بتاعتي والكيس، وحافظت على الزرعة ونقلتها بشكل كويس للقصرية بتاعتها. ولو لاحظنا ان احنا بعد شوية نلاقي المية بدأت تنزل، المية الزيادة بدأت تنزل من تحت، لان احنا حاطين قماش. ده الشكل النهائي بتاع الزرعة بتاعتنا. واستنونا فيديو جديد مع قناة بوتس.